له طوال كثيف وتجربة تستحق أن تقرأ من عدة نواحي وأن تقرأ من عدة زوايا. أشكر أيضاً أستاذين الكريمين اللذين تفضل قبلي بورقتيهما، الصديق الزميل محمد الوردي والأستاذة الشاعرة الدكتورة فاطمة مرهيش على ما توصل إليه بقراءتهما التأويلية. وأجدني في كثير من النقاط أتقاسمهما، وقد قلت هذا اسم محمد مرزاق، خاصة فيما يتعلق بتيمة الظل التي وجدتها تيمة مسيطرة على الديوان، وهي منذ البداية تلفت نظري جنون الظل. قبل الدخول إلى الديوان لابد من الإشارة إلى أن هناك ما يسمى بأدب البداية. كل شاعر يرتقي مدارج الكتابة والإبداع، ونلاحظ أن هناك إن شئتم نوعا من الاختلاف بين تجربة شاعر مبتدئ وتجربة هو نرصده وهو يتطور إلى أن يصير شاعرا كبيرا وكاتبا يكتب بلغة معينة. سي محمد مرزاق حينما نقرأ هذا الديوان نحاول أن نلقي نظرة من أول قصيدة إلى آخر قصيدة، على الرغم من شساعة المساحة الزمنية نجد تقريبا نفس اللغة، تقريبا نفس الصور، تقريبا نفس المعجم، تقريبا نفس التراكيب، تقريبا نفس أدوات الالتصاق والانسجام، مما يبين الاختلافات هي اختلافات إن شئتم هي اختلافات طبيعية بحكم تغير التقدم في السن والتطور المعرفي والتراكم المعرفي. العادة الإنسان يبدأ بلغة انتقالية عادية، ثم ينطلق إلى ما يمكن تسميته بالانفعال في حدود الذاكرة كما سماه أحمد الطريسي، ثم ينتقل إلى لغة الحلم. السي محمد مرزاق بدأ حالما منذ الوهلة الأولى، هو مخلص للتجريب القراءة الرومانسية بشكل كبير، يتبين ذلك من خلال عدة معطيات سنتوصل إليها. حينما نطالع كتاب أسماء الحادثة في الشعر الحديث لأحمد المعداوي المجردي، وهي بالمناسبة أطروحة الدكتورة ديالو أيضا، نلاحظ على أنه صنف التجربة الحديثة إلى مجموعة من التصنيفات. في البداية حينما تحدث عن البدايات ذكر السياب ونسك الملائكة والبياتي في منطقة واحدة، واعتبرهم امتدادا للحركة الرومانسية. إن لم يكن امتداد فهم متأثرون به بالحركة الرومانسية. حينما قرأت محمد مرزاق وجدت وكأن الأرضية النظرية مفروشة، فقط ينبغي أن ننطلق مباشرة إلى النص لكي نستوعب ولكي نضمن نوعا من التبويب الإبداعي لهذه التجربة. محمد مرزاق تجاوز أزمة البداية، قصائده في أوقات متباعدة لكنها متشابهة. إذا عدنا إلى كتاب أزمة الحادثة اللي قلت وعرضنا في التجربة ديال سي محمد مرزاق، كتاب أزمة الحادثة هو بالمناسبة ينسخ ظاهرة الشعر الحديث ويتحدث عن أزمة الحادثة في الشعر، بمعنى الأعطاب التي تعاني منها الحادثة. وحينما نعرض هذه سواء اللغة اليومية، سواء في الصور، سواء في الهجاء، سواء في بساطة نشيتهم بساطة تعاطي مع تجربة الموت، بساطة استرجاع الأساطير التي وضفت بطريقة سطحية، حينما نعرض هذه الهنات على ديوان محمد مرزاق سوف نجد أن محمد مرزاق معافى، إن شئنا معافى من هذه الهنات، وهو يقدم ديوانا جديرا بالقراءة، جديرا بالتتبع، وجديرا أيضا بالترقي. بالعودة إلى النسق اللغوي للديوان، نحاول نعمل واحد القراءة كتزوج ما بين جوج ديال المعطيات، معطى نسقي أو معطى أفقي، يحاول أن ينظر إلى الديوان بشكل أفقي، ثم اخترت قصيدة أو جوج أو بعض الضوايا التي أقف عندها لماذا؟ لأن الوقت لا يسعدني أن أقرأ كل الديوان، هذا لا يعني أن لم أقرأ الديوان، قرأت الديوان ولكن تحليل انصب على قصيدة واحدة أو قصيدة أخرى. لم يمكن ملاحظته ولم يمكن تسجيله، وهذه المسألة خصنا ننتبهوا إلى واحد الناحية،
أن نتحدث عن الشعر ونقوم نهضروا على أن الشاعر يكتب بلغة سليمة. إذا ما كانش يكتب بلغة سليمة راه ماشي شاعر أصلا. ما كانش نقوم نهضروا على الشاعر بلغته سليمة، لغته مجردة ولغته سليمة من ناحية التركيبية، ونقوم الشاعر ما كانش يكتب من ناحية التركيبية راه ماشي شاعر أصلا، ما خصوش يتصنف ديوان، ما خصوش يكون شاعر أصلا. انتبهوا هذا. طيب، حس الشاعر على احترام النسق القاعدي العربي الفصيح وعدم التفريط في معيار ضبط اللغة العربية. وأنا أعرف محمد مرزاق وأعرفه أستاذا متمكنا في اللغة العربية، يذكرنا دائما بالأساتذة الجهاديد في اللغة العربية ضبطا وإتقانا وتقعيدا واحتراما للنسق الأصيل. لوحة غلاف أطرتني أيضا. أنا لست متخصصا في فن التشكيل، ولكن أنا وقفت على لوحة غلاف ليس كصورة وإنما كعنوان وكصاحب نص اللي هو السي محمد مرزاق. العنوان نلاحظ على ان طيبه الظل هي طيبه مهيمنه على النص، والطيبه هذه المبنيه على النص هو اللي وقف عليه السي محمد مرزاق اللي وقفت عليه الاستاذه فاطمه مرغيش. انا اضيف اليه ايضا ضفه الجنون. لماذا؟ لان عندنا جنون الظل حينما نتامل مفهوم الظل في اللغه العربيه ونتامل مفهوم الجنون في اللغه العربيه، كاين جن الليل بمعنى أظلم واشتد ظلامه، فلما جن عليه الليل قال ورأى كوكبا قال هذا ربي، وكاين جن بمعنى فسادة. وفي كلا الحالتين تكون علاقة محمد مرزاق بالظل علاقة سيئة. إما أن الظل يشتد سواده، وهي واحد الرؤية إن شئتم رؤية تشابهية، وإما أن الظل فسد وسأبين لماذا فسد في نظر الشاعر، وهي في نفس الوقت أيضا هناك موقف سلبي من الظل. ومعلوم أيضا على أن الجد اللغوي الجن والجنان والجنة والجنان هي مفهوم تفيد الخفاء، من الجنين والجنان هي تفيد الخفاء من الجنة الليل. دائما الجد اللغوي الجيم والنون تفيد الخفاء، حينما إذا كانت هي تفيد الخفاء والظل يفيد الخفاء أيضا نكون واحد بصدد صورة أيضا. طبعا لما نتحدث على الجنون في الثقافة العربية راه عنده سياقه، الجنون في الثقافة العربية، الجنون في الثقافة الشعبية، أنا أقصد على الجنون كما ورد هنا. الظل يختلف كثيرا عن الليل من حيث أنه يشترك معه في حجب والشمس في حجب الشمس وتواريها. يفر بمعنى ان هناك تحققا، اسمحوا لي هذه الرجعه، بمعنى ان هناك تحققا للحدود الدنيويه للانسجام الدلالي بين حدي العنوان، وهذا للحدين يحققان شكل من اشكال التكامل مع مكونات الصوره. فاذا اعتمدنا مقاربه مدرسيه تقوم على تفكيك مكونات الغلاف، يمكن التوصل الى اعدادات قرائيه مقبوله. محمد مرزاق وجنون الظل، محمد مرزاق ضد جنون الظل، محمد مرزاق ضحية جنون الظل. هذه أسئلة يمكن للقارئ أن يطرحها، وغيرها من القراءات الممكنة التي يمكن الاستعانة بها في هذا التاريخ الشخصي للشاعر لتحديد طبيعة هذه العلاقة، حتى إذا ما أردنا إخراج اسم الشاعر من هذه العلاقة وتعاملنا مع العنوان كمعطى لغوي، نقول ببساطة ديداكتيكية أن جنون الظل خبر لمبتدأ محذوف، وفي هذه الحالة سنكون أمام عرض وجهة نظر إبداعية عن جنون الظل. هذا الأخير نجده حاضرا في إهداء الشاعر، وهو يقول: إلى أختي سعاد التي عانقت الظل ورحلت بعيدا. إذا نجده حاضرا في عنوان كبنية دلالية، كبنية دالة من بنية النص، وايضا نجد حاضرا في الاهداء الى اعتراف النص. وهنا يحضر الظل مره اخرى مقترنا بالعزله والوحده والرحيل البعيد. نستخلص من هذه القراءه الاوليه ان الظل يدخل في علاقه تنافر مع الشاعر ويرشح دعوى التضاد والصراع. طبعا من حق المتلقي ان يتساءل عن سر هذه العلاقه. هل الشاعر يتعاطف مع اخته سعاد التي عانقت الظل وكانت بالتالي ضحية له؟ هل الشاعر يتهم لهذا السبب
الظل بالجنون، هل هو تعبير منه عن الفشل في مواجهته؟ نحن نعلم أن في ثقافتنا أن المجنون رفع عنه القلم، والمجنون لا يمكن أن يكون مسؤولاً عن أفعاله. لذلك فالشاعر يتهم الظل بالجنون، ربما لأنه فشل في مواجهته، وبالتالي الارتكاب لاتهامه بالجنون من حيث أن المجنون غير مسؤول عن أفعاله جنائياً. وما هي العلاقة الممكنة أيضاً بين الظل والجنون؟ ففي اللغة العربية نعلم أن العلاقة بين المضاف والمضاف إليه هي إما علاقة ملكية، كنعلم على أن الجنون الظل الإضافة تكون عادة إما علاقة إما إضافة معنوية أو إضافة لفظية. إذا كانت إضافة معنوية نحدد الإضافة 4 خدمتي 8 ديال الرجال وجوج ديال النظام ديال المجموعات بنظام ديال جوج المجموعات، ومن بعد كيجي عندنا من بعد جوج المجموعات ما كاينش الوقيف، يعني كيلعبوا جوج المجموعات كيطلعوا جوج من كل مجموعه، كيكونوا لنا مجموعه اخرى مجموعه اخرى ديال الا بغينا نقولوا ليك سينو لعبوا مع بعضياتهم، وفي نفس الوقت داك اربعه اللي بقاو الاخرى حتى هما عاوتاني كيرجعوا كيلعبوا مع بعضياتهم كدوري، ولكن كيتزاد عليهم جوج فرقيد البنات باش كيولي بحال دوري، يعني الفرقيد البنات غادي يجيو دور ثاني ان شاء الله تعالى. هادشي ديال الشيء هادشي ديال الفرقه الاولى اللي كتهز الاولى تلعب جروب ا، اللي كتهز الثانيه كتلعب جروب بي، اللي كتهز الثالثه كتلعب جروب سي. سي لا جروب 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 جروب. إذا فريق فيجي نادي وفاء العراق، نادي وفاء العراق مجموعة ب مالي أيوه أنا ماكليتي المجموعة الثانية.